وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي رواد النجاح. كما عودناكم نستقطب عده كفاءات في عده مجالات. رحبوا معي بضيف حلقتنا اليوم هو السيد محمد القبيسي. اهلا وسهلا فيك سيد محمد. اهلا وسهلا. شرفنا ببرنامجنا الاسبوعي رواد النجاح. طيب سيد الكريم، نبي نعرف سيد المشاهدين مين بيكون سيد محمد القبيسي وكيف كانت بدايه حياتك المهنيه؟ الله يسلمك. يعني قبل تقريبا 10 سنين انا كنت امارس الرياضه واسوي وجباتي في البيت، ومن ثم بدرت علي الفكره اني انا افتح مطعم يكون صحي. وبعدين سبقونا ما شاء الله شباب وايد، ولكن خلاص هيئت لي الفكره وقلت بسم الله. الفكره هي اني انا يكون اكل صحي له طعم بس، لا اكثر ولا اقل. قررت تبني مثلا الافكار تبعك على ارض الواقع. نعم صحيح. طيب متى فتحت الفرع تبعك؟ من سنة 2015. يعني مدة كبيرة ما شاء الله. نعم. طيب خبرني أكثر عن أنواع الأطباق اللي تقدمها. جميع المأكولات، كل شيء. خليجي، إيطالي، انترناشونال. مسويين ميكست يعني. كل شيء. أوكي، شو الفرق بين الأكل هذا اللي أنت تقدمه والأكل الثاني؟ أكلنا ما فيه دهون. أكل صحي فريش طازج، يعني مش ما فيه أي مواد ممكن تضر بالإنسان، ما في. حاصلين على جوائز من هيئة الصحة موجودة في أبوظبي وهيئة الصحة في دبي، حاصلين على اعتمادات كذلك من الآيزو، من برنامج وقاية التابع كذلك لوزارة الصحة في أبوظبي. بس هذا هو. هذا يرجع اكيد الابداع تبعكم في الشغل طبعا. الله الحمد، توفيق من ابو. الحمد لله لكم توفيق سيد محمد. طيب سيد محمد، خبرني اكثر على الخبرات الموجوده لدى الشيفات تبعك. والله اقول لك تقريبا ما عندهم الخبرات الكافيه، لان انا شخصيا اللي اشرف عليه، انا اللي اجيبهم. اهم شيء يكون انه شيف فاهم في الطبخ، وبعدين اعطي الاساسيات اللي انا اطلبها كونها اشياء جديده. يعني ما اعتقد ان في حد يدرس يدرس الطبخ الصحي بطريقه دايت وايت. كل مطعم له ستاندر معين، له طريقه معينه. والله ابتكرته كوني انا يعني لا انا ابتكرته في البيت من نفسي. تميت اجرب اعمل احاول، والحمد لله توافق من ربي. الحمد لله. طيب سيد محمد، شو رؤيتك المستقبليه؟ ان شاء الله نفتح فرع كثير في كل امارات الدوله، وان شاء الله نطلع على دول مجلس التعاون ان شاء الله. ان شاء الله يا رب لك التوفيق. طيب سيد محمد، احنا بنعرف انه دوله الامارات هي معروفه عالميا انها دوله امن وامان. والله الحمد. الحمد لله، هذا اكيد بيرجع القياده الرشيده في دوله الامارات. خبرني اكثر على شو بتعني لك نعمه الامن والامان وشو ساعدتك؟ والله لولا الامن والامان ولا فتحنا المطعم ولا مشينا في بزنس ولا كان طولت الدوله ولا كان مشينا هالمشي اللي نحن فيه. والله الحمد. اكيد هذا سيد محمد انه بيرجع القياده الرشيده في دوله الامارات. الله يحفظ شيوخ الامارات ويرحم مؤسس الدوله طبعا الشيخ زايد. سيد محمد فيك قدم رساله شكر لانسان عز لك، انسان كان داعم لك فتره حياتك المهنيه. مؤسس الدوله الشيخ زايد الله يرحمه، ما حد غيره. لولاه ولا نحن ما حد خطى هالخطوات كلها، ولا كان مشت الدوله على هذا النهج. والله الحمد، كلها توافيق من الله. الحمد لله. طيب سيد محمد شكرا لك على حسن استضافه فريقنا. الله يرحم الشيوخ والله يطول اعمارهم ان شاء الله، ويجزاكم الله خير وبيض الله وجوهكم. واسمحوا لنا. لك التوفيق سيد محمد. ان شاء الله، شكرا لك سيدي. في الختام شكرا لكم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، واللقاء في حلقه جديده مع كفه جديده. دمتم في امان الله.